قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرتي إحاطة للأمم المتحدة بشأن ما قامت به السلطات القطرية من تصعيد خطير بحسب بيان لوكالة الأنباء الإماراتية. وأوضحت الوكالة أن الإمارات قدمت مذكرتي إحاطة لرئيس مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إثر تعريض قطر حياة مدنيين للخطر باعتراض مقاتلاتها طائرتين إماراتيتين مدنيتين كانتا تحلقان عبر خطوط معتمدة دوليا إلى البحرين. هذا وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن الإمارات ستخاطب منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الانتهاكات القطرية الخطيرة لاعتراضها طائرتين إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين خلال رحلتهما الاعتيادية. وذكرت في بيان أن ما قامت به الطائرات القطرية يثبت ما لا يدع مجالا للشك أن الدوحة لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية المعترف بها دوليا، وأن تصرفها يهدد سلامة الملاحة الجوية والركاب. هذا وقد استعرض ممثلون عن القوات المسلحة الإماراتية وهيئة الطيران المدني خلال لقاء نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بمقرها في أبو ظبي بحضور سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والسعودية والبحرين ومصر المعتمدين لدى الدولة حقيقة التصعيد القطري المتمثل بتهديد الطيران المدني والعسكري، وتفنيد ادعاءاتها باختراق طائرة عسكرية إماراتية لمجالها الجوي، حيث تم تقديم عرض تضمن أحداثيات وصورا من الرادارات موثقا للانتهاكات القطرية نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية وام. وأوضح ممثل القوات المسلحة أمام الحضور مسار الطائرة العسكرية الإماراتية التي زعم الجانب القطري بأنها اخترقت مجالهم الجوي، مؤكدا بالأحداثيات وصور الأقمار الصناعية أنها كانت تطير فوق المجال الجوي الإماراتي في منطقة تدريب، وأن ما حدث لم يتجاوز 30 ثانية فقط في منطقة متعارف عليها لدى البلدين وخارج الأجواء القطرية. كما تضمن العرض صورا لإحداثيات موثقة أكدت اعتراض مقاتلات قطرية من طراز ميراج لطائرتي نقل عسكريتين في حادثتين منفصلتين كانتا تحلقان فوق مياه الخليج العربي وكانتا بعيدتين عن المجال الجوي القطري، لأن الطيران الحربي القطري تابعهما خلال مسارهما. وفيما يتعلق باعتراض الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين، قال ممثل هيئة الطيران المدني إن المقاتلات القطرية من نوع الميراج والمنطلقة من قاعدة العديد كانت في وضع دفاع جوي مسلح، حيث قامت باعتراض الطائرتين في رحلتين اعتياديتين ومجدولتين ومعروفتين المسار مستوفيتين للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا في تهديد متكرر لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقات الدولية. وخلال اللقاء أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن ما قامت به السلطات القطرية بحق الطائرات الإماراتية وسلامة الملاحة الجوية يؤكد عزمها مواصلة تصعيد الموقف، وأن ما حدث لم يكن مصادفة وإنما هو تصرف ممنهج ويمثل كارثة لأنه يعرض حياة المدنيين للخطر. وأفاد أن ردة الدولة على الانتهاكات القطرية سيكون متزنا وقانونيا هدفه أمان الأجواء وسلامة الأرواح للركاب، محذرا أن تلك الحوادث كان بإمكانها أن تؤدي إلى كارثة تطال حياة المدنيين وتمثل تصعيدا غير مسؤول في الأجواء السياسية التي تخلقها قطر عبر أزمتها. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة من دبي الكاتب الإماراتي أحمد إبراهيم. سيد أحمد، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرتي إحاطة للأمم المتحدة بشأن اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين إماراتيتين مدنيتين كانتا تحلقان عبر خطوط معتمدة دوليا في عزمها للوصول إلى مملكة البحرين. ما هو تعليقك سيد أحمد بخصوص ذلك؟ التاريخ يعيد نفسه أستاذي، عندما نقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته نقول في المقابل هناك هابيل وقابيل، أحدهما القاتل رغم أنه كان أخو لهابيل. مهما كان الدلائل تشير إلى أن قابيل هو القاتل. نحن في زمن، هذا زمن الحضارة والثقافات وحوار الحضارات وزمن التقارب للبقاء بأفضلية الأخلاقيات، نعاني من هذا السلوك اللاحضاري في مجتمع
يعني حوالينا جيران، وكل الجيران بين الودية وبين الروابط الأسرية عمومة وأبناء عمومة، والملاحة والقرصنة هذه المصطلحات في المفردات موجودة سلبية وإيجابية. إذا كان عندك الملاحة البحرية والملاحة البرية والملاحة الجوية فيها سلامة الأرواح مطلوبة، أيضا هناك شيء تاريخ كان فيها كلمات تستخدم في الجاهلية وفي العصور الحجرية، قد يكون هناك شيء اسمه السطو أو غزو أو يعني إيش نسميه اللي كان يصير في البحر مثلا القرصنة. هل نحن الآن في زمن وكل الأمنيات في قلوبنا الخليجيين وبالأولى الإماراتيين وعلى الأقل أيضا إلى جوارهم إخوانهم القطريين في قلوبنا أن يكون الإفاقة والوعي والسلوك الحضاري ولا يتكرر هذه الاستغلاقيات. الملاحة الجوية ما لها ارتباط، يعني فيها سلامة الركاب في الأجواء منظمة عالمية تراقبها من خطوة لخطوة، مجرد ما طائرة تختفي من رادار لعشر ثواني يعرف عبر العالم هناك خطأ وخلل، فكيف يكون هناك طائرات تجي في الجو تتحرك والإمارات تؤكد ثم تؤكد ونقول أن هذا خطأ؟ هذا ليس خطأ، لكن أخطاء يجب أن تتصلح. ولا نقول أن هابيل لم يكن قاتلا، وإنما نتمنى أن يفيق قابيل إلى وعيه ويكون أخ لأخيه هابيل. والسلام عليكم. أيضا من دبي الكاتب الإماراتي أحمد إبراهيم، شكرا جزيلا لك.